إن العودة إلى الذنوب وإن الرجوع إلى المعاصي والآثام يؤذن الأمة كلها بالهلاك، ويؤذن الشعوب بالدمار، ويؤذن الأسر بالتفكك والتشتت، ويؤذن الأرزاق بالمحق لها، ويؤذن الأجساد بالدمار، ويؤذن القلوب بقتلها وميتتها عياذا بالله. إنها الذنوب المهلكة، لهي أخطر على أبداننا، أخطر على أبداننا من السموم القاتلة، لهي أخطر على أبداننا من الأمراض المستعصية التي يعجز الأطباء عن معالجتها. إنها الذنوب التي تغير مجرى الأمة كلها، إنها الذنوب التي تسبب محق بركة الأمطار وتسبب ذهاب الخيرات من الأرض والزراعات. إنها الذنوب والمعاصي تؤذن الأمة كلها بزيادة النكبات، وتؤذن الأمة كلها بزيادة المصائب والمحن. ومن عواقب الذنوب والمعاصي أنها تذهب بركات الأرزاق، تذهب بركات الأرزاق. فكم من رجل لديه أموال كثيرة ولديه أعمال لكن ما عنده بركة. فتش عن ذنوبك، فتش عن المعاصي. ربما تجارتك تخالطها الربا، ربما تجارتك خالطتها ذنوب، ربما تجارتك فتحتها في وقت الصلاة، ربما تجارتك تشتغل فيها بالمحرمات وتشتغل فيها بالمنكرات كبيع الأغاني وغيرها. يا معاشر التجار، يا أصحاب المحلات، يا أصحاب الخضر، يا من يبيع اللحوم، يا معاشر الدكاترة، يا معاشر الموظفين، يا معاشر الزراع، يا معاشر الحراث، إن الذنوب والمعاصي تمحق أرزاقكم. لا تظنوا أن ذنوبكم ستزيد في الأرزاق، وربي ستمحقها. فالعودة إلى الذنوب تجعل يأكل بعضنا بعضا، يحطم بعضنا بعضا. الكبير يهجم على الصغير، والصغير يهجم على من أصغر منه، فتجدون حياتنا في جحيم وأمورنا في تعب إن لم نتخلص من الذنوب. بل إن الذنوب والمعاصي سبب لتغير حياة الدول كلها. يا أمة الإسلام، إن أردنا لبلادنا الخير، وإن أردنا لبلادنا النفع والصلاح، فلنتخلى عن الذنوب ولنتخلى عن المعاصي. أعداؤنا لن يسلطوا علينا ولن يمكنوا منا إلا إذا كثرت ذنوبنا. أما إذا أقبلنا على الله لا يستطيع الأعداء والمتآمرون والماكرون على هذه البلاد المظلومة. تسجيلات دار الحديث بمركز النورين بمدينة دمار تقدم لكم عواقب العودة إلى الذنوب بعد شهر رمضان لشيخنا وهبان ابن مرشد المدعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يعيذني وإياكم والمسلمين والمسلمات من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ بالله من النار. معاشر المسلمين، معاشر من صلى وصام وتلى القرآن وأقبل على الرحمن، معاشر من صام ستا وأكملها بما تيسر له من النوافل في قيامه لليل وفي صدقاته وبره، معاشر من تاب وأناب إلى الله في شهر رمضان، إن هذا لكم بمثابة خير سيق إليكم ونعمة رزقتم إياها وتفضل من الله عليكم، ليس بحولكم ولا بقوتكم، وإنما بتوفيق الله لكم أن وفق من وفق لقيام رمضان وصيامه، ووفق من وفق للسخاء والعطاء في شهر رمضان، ووفق من وفق سبحانه لصيام ست من شوال، ولا يزال البعض في نيته ألا يخرج هذا الشهر إلا وقد أتم الست إن لم يكملها قبل. إن هذه النعم التي أكرمكم الله بها وأنعم عليكم بها إنها تحتاج منكم إلى شكر، فشكر النعم من أسباب زيادتها وبقائها، وعدم شكرها من الأسباب التي قد تزيل عنك كثيرا من نعم الله عليك. معاشر المسلمين، وإن الجميع يعلم أنه في شهر رمضان اكتظت المساجد بالمصلين، وتسابق العباد على الصفوف الأول، وتسابق من تسابق على تلاوة القرآن الكريم، وأقبل من أقبل على الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو واصل العباد مسيرهم وواصل المقبلون على الله في طاعتهم لأغدق الله علينا الخيرات، وأرسل إلينا النعم، ودفع عنا النقم، ولكن أعرض من أعرض بعد رمضان. فما أن سمع بأول ليلة من شهر شوال حتى قل خيره وبدأ في ضعف في عبادته، بل ربما بعضهم من أول يوم لم يصلي الفجر في جماعة. معاصي ترفع وآثام تزيد، وإقبال على المخالفات عظيمة. وإني في هذا المقام أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بعواقب الرجوع إلى الذنوب والمعاصي، وبعواقب الاستمرارية في الذنوب والمعاصي بعد شهر رمضان. معاشر المسلمين، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة. وهكذا قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهكذا قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا قال سبحانه في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهكذا قال سبحانه في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات التي حذر سبحانه عباده منها وبين لهم عواقب وخيمة لمن يقبلون على الذنوب ويقبلون على المعاصي ويقبلون على الآثام إنها كثيرة. معاشر المسلمين، معاشر عباد الرحمن، إنكم ترون حالة أهل العبادة والطاعة في شهر رمضان تسر الناظرين وتسعد العباد أجمعين. تروا هذا في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قلوب حية وألسنة لله ذاكرة، تالية لكتاب الله، أخوة قائمة، صفاء قلوب. وإن وجد نكد فيه إلا أن الكل يحاول إصلاح قلبه. وهكذا تجدون حياة المسلمين مقبلة على الله أيما إقبال، رحمة في جيران ورحمة بين المسلمين. معاصي كثير من أهل المعاصي أطلعوا عنها في رمضان، وإذا ذهب عنهم رمضان بدأوا لإعادة ذنوبهم ومعاصيهم. أين المصلون؟ أين أصحاب الصفوف الأولى؟ أين التالون لكتاب الله؟ أين المحافظون على قراءة القرآن الكريم؟ أين الحريصون على ما جاء به النبي الأمين؟ أين الصفوف التي كانت مكتظة في شهر رمضان بالعباد الصالحين؟ يا معاشر المسلمين، لو بقي أهل الطاعات على طاعاتهم في رمضان لارتفع عن بلادنا المحن ولارتفعت عن بلادنا المصائب والفتن. لو بقي أهل الطاعات في طاعاتهم لوجدوا أن الخير يعم وأن الشر يقل وأن النعم تزداد وأن المصائب تذهب، لكنه كأنه عبادة موسم وكأن الله أمر بعبادته فقط في شهر رمضان. معاشر المسلمين، إن العودة إلى الذنوب وإن الرجوع إلى المعاصي والآثام يؤذن الأمة كلها بالهلاك، ويؤذن الشعوب بالدمار، ويؤذن الأسر بالتفكك والتشتت، ويؤذن الأرزاق بالمحق لها، ويؤذن الأجساد بالدمار، ويؤذن القلوب بقتلها وميتتها عياذا بالله. إنها الذنوب المهلكة، لهي أخطر على أبداننا، أخطر على أبداننا من السموم القاتلة، لهي أخطر على أبداننا من الأمراض المستعصية التي يعجز الأطباء عن معالجتها. إنها الذنوب التي تغير مجرى الأمة كلها،
إنها الذنوب التي تسبب محق بركة الأمطار وتسبب ذهاب الخيرات من الأرض والزراعات. إنها الذنوب والمعاصي تؤذن الأمة كلها بزيادة النكبات وتؤذن الأمة كلها بزيادة المصائب والمحن. إن الذنوب والمعاصي أول ما تبدأ بحدم القلوب وأول ما ترسل سهامها المسمومة إلى القلوب الحية فتقتلها. فإذا قتل القلب قتلت الأمم كلها. إذا قتلت قلوب الناس وقتلت قلوب أبناء الشعوب إنه من أسباب ذهاب خير الأمة وذهاب خير الشعوب. فالذنوب كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انظروا أول ما تبدأ الفتن تبدأ إلى القلوب لأنها تعلم أن القلوب هو المركز الأساسي للبدن. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث النعمان ابن بشير إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالذنوب والمعاصي تبدأ إلى هذا القلب وإذا وصلت إلى القلوب أرسلت سهامها السوداء فأظلم القلب واضمحل. كلا بل ران على قلوبهم فيأتي ران الذنوب على هذه القلوب وتصبح القلوب سوداء. يأتيها النذير يأتيها التحذير يأتيها الوعظ تسمع القرآن يتلى والسنة تخبر بها لا يتعظ ولا ينزجر. قلوب تقسى لا رحمة فيها. إذا اسودت القلوب وأظلمت القلوب جاءت الذنوب كلها من بعدها. فمن اسود قلبه مستعد أن يسرق وأن يظلم وأن يفجر. من اسود قلبه مستعد أن يفعل الأفاعيل التي لم تخطر بقلوب الناس فعلها. لتعلموا خطر الذنوب والمعاصي ولتعلموا عواقب الذنوب فحافظوا على قلوبكم بتجنبكم للذنوب والمعاصي. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله أحوال القلوب إلى ثلاثة أقسام: القلب الحي والقلب المريض والقلب الميت. انظر أين قلبك من هذه القلوب. فكلما كنت مبتعدا عن الذنوب والمعاصي كان قلبك صافيا يسمع آيات الله تتلى فيزيد فرحا ويزيد استبشارا. يسمع خطبة فيزيد لها تطبيقا وعملا. يسمع حديثا فيزيد به استبشارا وتطبيقا لأنه قلب حي. إذا سمع القرآن سالت دموعه. إذا سمع القرآن ارتج قلبه. هذا هو القلب الذي حافظ صاحبه عليه. فلمحافظتنا على قلوبنا أشد من محافظتنا على أبصارنا. هذا هو المطلوب أن نحافظ على القلوب وأن نجتنب الذنوب التي تفسد علينا قلوبنا. إذن هذه من عواقب الذنوب. فيا صاحب الذنب لا تظن أن ذنبك يذهب لك سدى. إنه يفسد عليك قلبك الذي هو أعظم محصول لك وأعظم نعمة بعد نعمة الإسلام هي نعمة صلاح القلوب واستقامتها. العاقبة الثانية من العواقب التي تفسدها الذنوب إنها النفوس الزكية. إنها النفوس الزكية تأتي الذنوب فتفسدها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذنوب تأتي إلى النفوس المتخلقة. النفوس الطيبة النيرة تأتي إلى صاحب الخلق الرفيع فتغير مجرى حياته فترى خلقه بذيئة ومعاملاته دنيئة
وصفاته قبيحة، لأن الذنب يأتي إلى النفوس فيفسد أخلاقها ويفسد معاملتها ويفسد قيمها. وانظروا إلى أصحاب الذنوب والمعاصي، يسهل عليه أن يفعل الأشياء التي تعد من خوارم مروءة النبلاء ومن خوارم مروءة الصلحاء، فيأتي صاحب الذنب ويسهل عليها. تجد صاحب الذنب يسب نفسه ويسب ولده ويسب أهله، بل لربما سب أباه وأمه، صفات بذيئة، أعمال قبيحة، وسبب ذلك الذنوب. فلا تظنوا أن ذنوبنا ومعاصينا سهلة، إنها تفسد أخلاقنا، تفسد قيمنا، لأنها ذنب يعصى به الرب سبحانه وتعالى. ومن عواقب الذنوب والمعاصي والآثام أنها تبعث الذلة في قلوب أهلها وفي حياة أهلها. ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا، فالذنوب والمعاصي من أسباب ذلة الأمم ومن أسباب ذل الشعوب. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، قال: إن الذنوب تكبل الرجال النبلاء وتكبل الرجال الشجعان، لأن الذنب ذلة والطاعة عز. فيا معاشر المسلمين، إن أردنا لأمتنا العزة والرفعة، وإن أردنا لمجتمعنا التمكين، فلنبتعد عن الذنوب ولنحارب الذنوب والمعاصي والآثام. معاشر المسلمين، ومن عواقب الذنوب والمعاصي أنها تذهب بركات الأرزاق، تذهب بركات الأرزاق. فكم من رجل لديه أموال كثيرة ولديه أعمال لكن ما عنده بركة. فتش عن ذنوبك، فتش عن المعاصي. ربما تجارتك تخالطها الربا، ربما تجارتك خالطتها ذنوب، ربما تجارتك فتحتها في وقت الصلاة، ربما تجارتك تشتغل فيها بالمحرمات وتشتغل فيها بالمنكرات كبيع الأغاني وغيرها. يا معاشر التجار، يا أصحاب المحلات، يا أصحاب الخضر، يا من يبيع اللحوم، يا معاشر الدكاترة، يا معاشر الموظفين، يا معاشر الزراع، يا معاشر الحراس، إن الذنوب والمعاصي تمحق أرزاقكم. لا تظنوا أن ذنوبكم ستزيد في الأرزاق، وربي ستمحقها. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي يحسنه بعضهم: إن العبد ليحرم الرزق قد كتب له، ليحرم الرزق قد كتب له بذنب يصيبه. إنها الذنوب تمحق بركة الأرزاق. فكم من رجل تعب في حياته، ما في أعمال، ما في أشغال. فتش عن نفسك، اصلح حالك مع الله، فتش عن ذنوبك، فهي تمحق الأرزاق وتذهب بركات الأرزاق وتأتيك بضعفها إن لم يتب العباد إلى ربهم. إن الذنوب والمعاصي من الأسباب العظيمة لذهاب بركة الأرزاق عن المجتمعات وعن الشعوب وعن الدول وعن التجار، إن لم يتوبوا جميعا إلى الله وإن لم يقبلوا إلى الله. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، ومن عواقب الذنوب والمعاصي والآثام أنها تجعل صاحبها يعيش معيشة ضنكا، لا يجد راحة في قلبه ولا يجد سعة في بيته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذنوب والمعاصي تجعل حياتك جحيم. تجدون بعض الناس يعيش في بيته يقول: ما أجد السعادة، وإن كانت لديه أموال فليست العبرة بكثرة المال ولا بكثرة الجاه والأولاد، العبرة بطاعة الله. لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون في فقر شديد ويعيشون في حياة شديدة من قلة المال وضعف المال، لكنهم كانوا ملوكا في قلوبهم أعزة،
لأن العزة الصحيحة في طاعة الله ليست في المال ولا في المناصب ولا في الجاه. فيا من تريد عيشة صحيحة فتش عن نفسك واجتنب الذنوب والمعاصي والآثام. يا من تريد العيشة الصحيحة المستقيمة فتش عن نفسك، تخلى عن الذنوب، تخلى عن المعاصي والآثام، فهي مهلكة ومدمرة، مدمرة للأسر، مدمرة للبيوت، مدمرة للحياة. يعيش في ضنك وضيق، لربما لا يجد سعادة في قلبه ولا طمأنينة في حياته، وما علم أنها الذنوب أحاطت به كإحاطة السوار بالمعصم، فأهلكت حياته ودمرت معيشته وأضنكت حياته. فعاش ضنكا في ليله، نائما في نهاره، تاعبا من مجتمعه، ضيقا من حاله، وما علم أنها الذنوب، وما علم أنها المعاصي والآثام. من عواقب الذنوب والمعاصي أنها تهدم البيوت، تهدم الحياة الزوجية، تهدم حياة الأب مع الولد والولد مع الأب. قال بعض العلماء: إن كنت لأعصي الله فأجد ذلك في دابتي وأهلي. يعني يعصي الله فتتغير حياته مع أهله، حياته مع دابته، لا يجد لها كما سمع. إنها الذنوب يا أمة الإسلام. كم من أسر تعيش في جحيم، الأب مع أولاده في تنافر، في تباغض، في بعد، الرجل مع زوجته يعيشون في جحيم، المرأة مع الزوج والزوج مع الزوجة. فتشوا عن الذنوب، ستدمر الأسر، ستدمر البيوت بذنوبنا ومعاصينا إن لم نحرص على التوبة إلى الله وإن لم نرجع إلى الله. يا معاشر المسلمين، أصلحوا بيوتكم بالخير، أصلحوا البيوت بما فيه السعادة لكم. تعيشون حياة السعداء، تعيشون حياة البلغاء، تعيشون حياة المستقيمين. إن أردتم الخير لأنفسكم، إن الذنوب والمعاصي من الأسباب العظيمة لتسلط الشياطين على الأبدان، وتسلط الشياطين على الأبدان يسوءها ويسوء حياتها. الذنوب والمعاصي تتسبب في تسلط الشياطين. يا من أصيب بالسحر أو المس أو العين، اصلح حالك مع ربك سبحانه. فتش عن بيتك، فتش عن نفسك، فتش عن جوالك، فتش عن حياتك. الذنوب سبب لتسليط الشياطين والعفاريت. إن لم يقبل العباد على الله فسيسلط عليهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إن الذنوب والمعاصي سبب لكثرة الإفساد في الأرض. فالذنوب إذا كثرت سهل على الناس أن يفسد بعضهم على بعض، يفسد بعضهم على بعض، هذا يسرق وهذا ينهب وهذا يظلم، لأن ذنوب الناس كثرت فسلط بعضهم على بعض، وسلط بعضهم على بعض بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. فالعودة إلى الذنوب تجعل يأكل بعضنا بعضا، يحطم بعضنا بعضا، الكبير يهجم على الصغير والصغير يهجم على من أصغر منه، فتجدون حياتنا في جحيم وأمورنا في تعب إن لم نتخلص من الذنوب. بل إن الذنوب والمعاصي سبب لتغير حياة الدول كلها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت فاحتالوا وجعلوا لهم شيئا في البحر يوم الجمعة حتى تأتي الأسماك فتدخل في هذه الشباك، فإذا جاء السبت ما وافقوا على أخذها في نظرهم لأنه حرام، فجعلوا يوم الأحد يرفعونها. فسلط الله عليهم وعلى
وجوههم أن صارت قردة وخنازير، تغيروا وجوههم إلى قردة وأبدانهم إلى قردة بسبب الذنوب، بسبب المعاصي، بسبب الآثام. يا أمة الإسلام، إن أردنا لبلادنا الخير وإن أردنا لبلادنا النفع والصلاح فلنتخلى عن الذنوب ولنتخلى عن المعاصي. أعداؤنا لن يسلطوا علينا ولن يمكنوا منا إلا إذا كثرت ذنوبنا، أما إن أقبلنا على الله لا يستطيع الأعداء ولا المتآمرون ولا الماكرون على هذه البلاد المظلومة. فالله الله يا معاشر المسلمين، بالتوبة إلى الله ومن رحمة الله بنا، من رحمة الله بنا أن جعل باب توبة لمن أذنب وفرط. فيا من أذنب وقصر وفرط، تب إلى الله، انتبه لذنبك، انتبه للذنب، انتبه للمعصية، هي دمار، هي هلاك، سواء ذنوب الجوارح والأركان كالسمع والبصر والأيدي والأقدام، أو أي ذنوب بين الناس بينهم البين. تحللوا من الذنوب، عودوا جميعا إلى الله، كما كنت في رمضان زد في غير رمضان، فالرب واحد والآمر لك هو الله والناهي لك هو الله، فما الذي أقلبك وما الذي غيرك عن طاعة الله سبحانه؟ فالذنوب يا معاشر المسلمين إن عدنا إليها الدمار فينا والدمار سيعود علينا وعلى العاصي نفسه. فالله الله في التخلص من الذنوب والمعاصي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أمن بلادنا، اللهم أعد لبلادنا خيرها وأمنها واستقرارها، وأرص قواعد الخير في أهلها، وألف بين قلوب أبنائها، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لإدامة طاعتك، اللهم اجعلنا ممن وفق لإقامة طاعتك، اللهم اجعلنا ممن وفق للدوام على عبادتك وطاعتك، إنك سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.